إذن مشاهدينا، معنا لمزيد من التحليل الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك معنا دكتور إكرام. يعني فكرة ربط كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بأزمة المناخ بصفة عامة وبتأثيراته المختلفة، بربطها بالأزمة والحرب الروسية الأوكرانية، أعتقد هذا الربط له دلالة وله مغزى حتى وإذا كنا نتحدث عن المناخ وتأثيراته. كيف قرأت كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا الربط فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية الروسية؟ تفضل. هي كلمة مهمة للسيد الرئيس في هذا المحفل الهام الدولي الذي يحضره عديد من قادة وزعماء العالم، يمكن بتشارك فيه أكثر من 120 دولة. إذن هو حدث مهم عالمي يتناول في الأساس قضية أساسية، قضية مهمة، وهي قضية التغيرات المناخية. القضية دي أو التحدي ده بيواجه كوكب الأرض ككل، يعني ليست دولة أو مجموعة دول أو قارة من القارات، وإنما كل دول العالم بتتأثر سلبا بهذه التغيرات المناخية وبالاحتباس الحراري وبالتلوث البيئي وبتآكل طبقة الأوزون واحتمال غرق بعض او عديد من المدن الساحليه ما لم تبذل الجهود من الان لمواجهه هذه المشكله. وايضا ربما بالنسبه لهذه القضيه مطلوب تضافر القوى بين دول العالم المختلفه، وان الدول المتقدمه قد تتحمل اعباء ماليه لمساعده الدول الاكثر تضررا، ولكن في النهايه المصلحه ستكون مصلحه العالم ككل لمواجهة هذا التحدي الخطير الذي يهدد كوكب الأرض ككل. نعم. في هذا الإطار وفي هذا الحشد من القادة والرؤساء وزعماء الدول، بيطلق السيد الرئيس أيضا النداء أو ما يمكن أن نسميه رسالة مصر للعالم بخصوص العمل وتضافر الجهود لإيقاف الحرب في أوكرانيا أو الحرب الروسية عن أوكرانيا. الأزمة الأوكرانية دي مر عليها الآن أكثر من 8 شهور بتطرح تداعياتها السلبية على العالم ككل وبالذات من الناحية الاقتصادية. نعم. شفنا تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي، ارتفاع في درجة أو نسبة التضخم، في عدم يعني في صعوبه في الحصول على المواد الغذائيه، لان الدولتين روسيا واوكرانيا من اكبر دول العالم المصدره للحبوب في العالم، وبالتالي في ازمه غذاء ايضا بيشهدها العالم. في ارتفاع في نفقات الشحن والنقل وعدم انتظار في عمليه التصدير للحبوب. اذا كل دي ازمات وكل دي صعوبات بيعاني منها الاقتصاد العالمي ككل. وانا عاوز اقول هنا ان المعاناه لا تقتصر على الاطراف المباشره للحرب الاوكرانيه، وانما امتدت الى كل دول العالم تقريبا. وبالتالي هذه احد القضايا او احد التحديات اللي بتواجه العالم ككل. واحنا شفنا ان في فترات سابقه كان لمصر دور ايضا في التصدي لهذه القضايا او هذه التحديات اللي بتواجه العالم ككل. يعني شفنا موضوع الارهاب، مصر كان لها دور في مكافحه الارهاب رغم ان الارهاب كان بيواجه العالم كله. شفنا دور لمصر في الهجره غير المشروعه واللي ايضا كانت تهدد عديد من دول العالم. الان بنشهد من خلال الدعوه اللي بيطلقها السيد الرئيس، بنشهد ان مصر تلعب دور في مواجهة هذه القضية أو هذا التحدي اللي بيتعرض له العالم، وهو الأزمة الأوكرانية. نعم. وخصوصا أن مصر لها أيضا يعني نقدر نقول علاقات جيدة بطرفي النزاع الأصليين، يعني بروسيا وأوكرانيا، ومن هنا بتأتي أهمية هذه الدعوة اللي بيطلقها السيد الرئيس واللي بتعبر عن دور مصر وأصقالها
على النساء. طيب دكتور إكرام، فيما يتعلق بالدور المصري في هذه المسألة، قضية المناخ وتأثيراتها المختلفة، دائما الخلافات طويلة المدى بين معسكري العالم المتقدم والنامي. في هذه القمة بدأ بزوغ مصطلح لا أعتقد أنه جديد، ولكنه أصبح راسخا من خلال هذه القمة ومن خلال الحاضرين، فكرة دبلوماسية مصر المناخية، شعار الدورة من التعهدات إلى التنفيذ من خلال دبلوماسية خاصة جدا للتعامل مع هذه المسألة المهمة والخطيرة على كوكبنا، والتعامل الدولي وحالة التوافق والوصول إلى الحالة التوافقية من حالة انقسام كانت دائما موجودة في هذه القضية. أعتقد أن مصر بدأت ترسخ لهذا المفهوم ألا وهو دبلوماسية مصر المناخية. ما تقديرك لهذا المصطلح وكيف تقرأه؟ طبعا ده أمر شديد الأهمية أيضا، وبيرتبط بالدور المصري في هذه القضية الملحة اللي بتواجه العالم وحضور هذا العدد الكبير من دول العالم. يعني هذه القمة المناخية التي تستضيفها مصر الآن في هذه الأونة ليست القمة المناخية الأولى، وإنما عقدت من قبل في باريس، وعقدت في العام الماضي في جلاسكو في بريطانيا. الجديد في هذه القمة هو الدعوة إلى تفعيل ما تم اتخاذه من قرارات في قمم سابقة، وإن هناك تضحيات لابد أن تكون مجال لأن تتحملها الدول المتقدمة بصفة خاصة. يعني يبدو الأمر كما لو أن الدول المتقدمة ربما هي الأكثر مسؤولية في ما حدث بالنسبة للمناخ، بينما الدول النامية ربما الأكثر تضررا، وبالتالي الأكثر تقدما يفترض أو يعني أنه سيساعد الدول الأقل تقدما لمواجهة هذه التغيرات المناخية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، نحو الطاقة النظيفة، لأن في النهاية الخطر يهدد الجميع وعلاجه سيكون من جانب الكل، حتى لو كان الأمر يتطلب من البعض تضحيات مالية أو شيء من هذا القبيل، لأن عنصر الزمن له أهمية في هذه المواجهة. يعني إذا بدأنا الآن فهذا أفضل من أن نبدأ بعد عام أو اثنين أو ثلاثة، كلما بدأنا مبكرا كلما كان ذلك أفضل، كلما استطعنا أن نبني على ما سبق كلما كان ذلك أفضل. هي دي اللي ممكن نسميها الدبلوماسية المناخية. صحيح. واللي بتربط بين الدول المتقدمة والدول النامية، لأن الجميع في مركب واحد والخطر يهدد الجميع، الخطر يهدد كوكب الأرض ككل، وبالتالي من المرغوب فيه أن يتم تفعيل ما تم اتخاذه من قرارات سابقة، وأن يتم البناء عليها، وأن يتم تنفيذ فعلي بمتطلبات هذه المواجهة التي يتعرض لها كوكب الأرض. طيب فكرة الاقتصاد والسياسة بالتأكيد وجهان لعملة واحدة، والأمور كلها متشابكة وفيها الكثير من التعقيدات، ما هو سياسي ينصب فيما هو اقتصادي، وما هو اجتماعي، وما هو متعلق بحياة الشعوب بصفة عامة. وبالتالي حتى هذه اللحظة دكتور، وبوصفك أستاذ للعلوم السياسية، ما أهم المكتسبات لهذه القمة حتى اللحظة؟ يعني أهم المكتسبات في رأيي، وهي تتعلق بنواحي مختلفة كما أشرت لحضرتك، منها ما يتعلق بالنواحي الاقتصادية، منها ما يتعلق بالنواحي السياسية، منها ما يتعلق بالنواحي الأمنية، يعني منها ما يتعلق بالنواحي المناخية. صحيح. والكونية أيضا. طبعا الأزمات المناخية دي اللي بتواجه العالم ككل. إذا التوافق على تفعيل القرارات التي تم اتخاذها من قبل، دي في رأيي نقطة مهمة. البناء على ما سبق نقطة أيضا شديدة الأهمية.
أوفر جهود الدول لمواجهة التحديات الاقتصادية اللي بيعاني منها الاقتصاد العالمي. دي نقطة أيضا مهمة. النداء اللي بيطلقه السيد الرئيس بخصوص التحصل إلى إنهاء أو الحل للأزمة الأوكرانية الروسية أيضا أمر شديد الأهمية من الناحية السياسية. وبالتالي كل هذه المسارات يمكن تتحقق، يمكن أن يتحقق النجاح أو الإنجازات فيها إذا تضافرت جهود الجميع. طالما صحيح. أن القضية تهدد الكل، إذا لابد أن تكون المواجهة جانب الكل وليس جانب البعض دون البعض الآخر. خطر داهم والخطر يهدد الجميع. تحدثت دكتور عن الكثير من المسارات التي يجب العمل من خلالها للوصول إلى المستهدف من هذه القمة. الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب جميع الدول بالمرونة خلال المفاوضات بشأن قضايا المناخ. إلى أي مدى تلمس هذه المرونة في هذه القمة ومن خلال الحاضرين؟ يعني احنا نتوقع فعلا ان تكون هناك مرونه من جانب الدول المشاركه في هذا المؤتمر، وخصوصا الدول المتقدمه. الدول المتقدمه او الاكثر تقدما من الناحيه الاقتصاديه ربما في رايي عليها مسؤوليه تجاه باقي دول العالم الاقل تقدما. المسؤوليه دي قد تكون مسؤوليه انسانيه، مسؤوليه اخلاقيه، مسؤولية باعتبارها دول متقدمة وتواجه التحدي الذي تواجهه دول العالم ككل. إذن عليها مسؤولية في مساعدة الدول الأقل نموا للتحول نحو الاقتصاديات الخضراء، الطاقة النظيفة، أن يكون هناك درجة أقل من التلوث للبيئة، وفي النهاية المصلحة ستتحقق للجميع. يعني المصلحة هنا ليست مصلحة دولة بمفردها، وإنما المصلحة هي مصلحة الجميع. وإذا كانت هناك مصلحة للجميع، بقصد بالجميع يعني دول العالم ككل، إذا كانت هناك مصلحة للجميع فإن الأمر يتطلب تضافر الجهود، أن يتم تحمل بعض التضحيات اللي نسميها يعني مالية من جانب المتقدمة، لأن المصلحة في النهاية ستعم على الكل. وصلت فكرتك دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، أشكرك جزيل الشكر على مداخلتك الكريمة معنا.